السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم راح نحضر جواز عادي بالبطاطا والزرودية والحميصة. نحتاج لهذا الجواز بطاطا اللي راح نقليها، وزروع 3 حبات زرودية، عندي حبة بصل وسنينة تاع ثوم وحبة طماطيش كاع مسكرفجين، عندي حميصة والتوابل عندي مغرف طماطش مصبرة، عندي هنا راس الحانوت، كمون، فلفل أحمر، فلفل كحل، ملح والزيت. نجوز مباشرة باش نحضروا الطريقة التحضير إن شاء الله. بسم الله. هاكا 4 مغارف تاع الزيت، ندير البصل والثاني تقلاو هكا كيف كيف، نخليه هكا يتقلى شوية، من بعد نزيد التوابل والطوماطيش تاع الحبة. دوك تقلالي شوية البصل، نزيد الحبة تاع الطوماطيش، دوك نقطع الزرودية هكذا دوائر، نديرها هكا تتقلى مع البصل والطماطيش هكذا، هكذا. دوك ندير التوابل، ندير الملح، فلفل كحل، شوية راس الحانوت، رشة خفيفة تاع كمون، شوية برك، نزيد فلفل حمار قيس مغرف هكا مش معمر مليح، فلفل حمار، عندي مغرف طماطيش مصبرة، نفتحو هكا شوية بشوية ما هكذا خلاص نمرق ونخلي زرودية طيب، وفي نص طياب تاع الزرودية كي قريب الطيب يدخلها طياب، ندير الحميصة خاطرش الحميصة تاعي راهي طيبة، تكمل شوية برك مع الزرودية. البطاطا راح نقطعها هكا دوائر ونقليها هكذا، نقطعها هكا بهذا الشكل، ماشي رقيقة بزاف ماشي خشينة، نقليها من بعد نعاود نولي لكم إن شاء الله. دوك كي طابت لي زرودية هاي ليك، والحميصة راني درتها، دوك البطاطا هاي ليك راني قليتها، نزيد نضيفها للزرودية والحميصة.
كنخليها واحد 5 دقائق تتشرب شويه شويه مرقه، من بعد نعاود نولي لكم. كي شربت شويه البطاطا من المرقه هذيك تاع الجواز، نضيف عليها البيض هاوليك اللي نسيت نذكره في المقادير. عندي هنا 6 حبات راح نديرهم هكا من فوق. هكذا ندير عليه شويه تاع الملح باش ما يجيناش البيض صامط. نزيد عليه شويه فلفل كحل، نزيد شويه معدنوس، وهكذا نخليه يطيب هكاك واحد من 10 دقائق، بعد نولي لكم باش تشوفوا في طبق قديم ان شاء الله. هاوليك طبق الجواز تاعي راهو واجد امامكم في صحن التقديم، يعني جواز عادي بالبطاطا وزروديه والحميصه بطريقه مختلفه شويه والجبنين، وما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه، يعني يجي جواز روعه. وكي زدت له البيض وزدت له الحميصه جا جواز، يعني جاتني وجبه عائليه ما نزيد معاها حتى حاجه، روعه. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي ان شاء الله، والى الملتقى.